مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم معنا ولقائنا الاسبوعي المتجدد والسكوت ممنوع. مشاهدينا الاعزاء النهارده ان شاء الله اخر لقائنا واخر حلقتنا وبرنامج السكوت ممنوع. ابتداء من الاسبوع القادم ان شاء الله هنلتقي معا يوم الخميس الساعه 8 مساء وعاجل للاهميه. عاجل الأهمية هيكون مجموعة من الملفات بنفتحها كل أسبوع ملف بنسرد كل سلبياته ونقول إيه اللي مطلوب فيه وإيه اللي إحنا عايزين نعمله في الفترة القادمة ونساهم بشكل جدي وفاعل في الفترة القادمة إن شاء الله في طرح ملفات وإيجاد الحلول بالنسبة لها، وده من خلال عاجل الأهمية اللي هنلتقي بيه إن شاء الله ونفس مجموعة عمل برنامجكم السكوت ممنوع يوم الخميس القادم الساعة 8 مساء. النهاردة بقى قلنا نخلي ختامه مسك، يعني وإحنا بننهي لقائنا والسكوت ممنوع نلتقي مع المرأة. المرأة مش عايزة أقول مشاكل المرأة، لكن أكيد الحياة بالنسبة للمرأة مش سهلة ولا بسيطة زي ما دايما نطرح ونقول مشاكل المرأة، المعوقات اللي بتقف أمام المرأة في أماكن كتير، الظروف اللي ممكن تتعرض لها المرأة في الشارع، في العمل، في البيت، العنف اللي ممكن تقابله، التحرش اللي ممكن تقابله، المرأة المعيلة ومدى الظلم اللي بيقع عليها نتيجة إن هي مسؤولة عن كل شيء، المرأة الغارمة والغارمات اللي ملوا السجون في الفترة الأخيرة وكل واحدة فيهم مديونة ب 300 و400 و500 جنيه عشان تجوز بنتها وتجهز بنتها وتستر بنتها زي ما بنقول. البرلمان في الطريق، مجلس الشعب في الطريق، دور المرأة في البرلمان هيكون إيه؟ دور المرأة السابق عايزين ننساه تماما، احنا عايزين ننسى إن كان في حاجة اسمها برلمان، يعني القبة دي احنا ما كناش شايفينها الحقيقة. يعني عايزين في الفترة الجاية تلمع وتبرق وتعود لينا مرة تانية. القبة كانت مختفية لما كانوا اللي بيمثلوا المرأة تحتها في السنوات الكام سنة اللي فاتوا، الكام سنة القاحلين أو سنوات القحط اللي فاتت، كانوا مرأة ضد المرأة. أما تقف واحدة عشان تشجع على الختان وتقف علشان عايزة تشرع قانون عشان تؤيد ختان الفتيات، تبقى دي مرأة بتدور على ازاي تصون حقوق المرأة علشان تقف تقول انه ضرب الراجل لمراته وعقاب الراجل لمراته ده شيء واجب ولا يجب ان هو يكون في قوانين تمنع ده، دي تبقى مرأة؟ دي طبعا على فكرة الدكتورة عزة الجرف بلا فخر كانت بتمثل المرأة في البرلمان، كارثة. كانت اللي بتمثل المرأة عندها كم حقد رهيب على المرأة، ما اعرفش ليه، يعني مش عارفة اقول ايه، لكن كانت بتكره المرأة. مشكلتنا اللي احنا بنقول عنها دايما المرأة دايما ما بتنتخبش المرأة ليه؟ الغيرة، الاحقاد. المرأة لما تقود قافلة في رياسة مكان تكون اشد على المرأة من الرجل اذا كان هو القائد او اذا كان هو الرئيس، ليه؟ ازاي واحنا موجودين في اي مكان ما بنحطش نفسنا مكان الشخص التاني؟ ازاي المرأة ما تحطش نفسها مكان مرأة اخرى بتعاني؟ الكارثة كمان مش ان انا اكون رئيستها او هي مرؤوسة عندي في عمل، الكارثة ان انا اكون تحت قبة البرلمان امثل هذا العدد من السيدات، وبدل ما احكي على مشاكلهم اقول لها اقعدي وخليكي كويسة وخليكي مؤدبة، ووعي ما تسمعيش كلام جوزك، ووعي ما تختنيش البنات، ووعي 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 من الحاجات الغريبة اللي هي كانت بالنسبة لها. وكانت على فكرة يعني برضو الأمراض النفسية مش شرط إن هي تكون يعني هي اللي بتعرض على الأطباء النفسيين، ولا كل مريض نفسي بيعرض على طبيب نفسي، لا ده في ناس عندها الأنا فظيعة، الأنا عالية جدا، أنا أحسن واحدة، أنا اللي في عهدي حصل كذا، أنا اللي يعني مش معقول. يعني عموما يعني هي مرحلة بنرجو إن هي إن شاء الله ينتهت بإذن الله ولن تعود بأمر الله، وكلنا نصلي على ألا يحدث ده مرة تانية. المرأة في البرلمان القادم هتقدم لنا إيه؟ ده اللي عايزين نعرفه النهاردة، بس كمان هنعرفه في وجود من يشتكون أو من يعانون عشان يقولوا إحنا عايزين كذا. أيوة، وجود المرأة في البرلمان
تواجد سياسي، خط سياسي، ولكن الخط الاجتماعي لابد أن يتواجد. أنا عشان أنتخب المرأة لازم أن تمثلني، لابد أن تمثلني في أشياء كتير جدا. صغائر الأمور صعبة على الست إن هي تواجهها لوحدها. تعال معانا النهاردة عزيزي المشاهد، والسكوت ممنوع وختامه مسك، والمرأة. اهتمت مؤسسة صول مصر بالمرأة ودورها تأسيساً على أنها تلعب دوراً هاماً في المجتمع. طول الوقت بيقول إن هي نصف الحاضر وكل المستقبل، وللمرأة المصرية أهمية خاصة في المجتمع المصري الحقيقة، رغم كل ما تعرضت له من معوقات أدت لأنها ما تقدرش تاخد دورها اللي حتى بينص عليه الدستور بشكل كامل. وكان المرأة قبل الثورة دور بارز، وطبعا من الحقيقة من بدء التاريخ المصري كان ليها دور بارز على مر العصور، ويوم بعد يوم من أجل المشاركة السياسية هي بتناضل الحقيقة المرأة المصرية. ويبان دوت معانا في بعض التحليل على تطور المشاركة السياسية للمرأة المصرية. اسمحوا لي حضراتكم إن أنا أعرضه بشكل سريع. المرحلة الأولى كانت لكفاح المرأة المصرية على الصعيد السياسي من عام 1925 لما تقدم الاتحاد النسائي المصري بعريضة إلى رئيسي مجلس الشعب والنواب، مجلس الشيوخ والنواب، مطالب بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية. المرحلة الثانية، وهي تعتبر الانطلاقة الثانية والجوهرية لعمل المرأة السياسي، واللي شكلت البنية التشريعية والقانونية في المرحلة دي إطار جوهري في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية، وجاء دوت بتعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 72. ظهرت بعد كده فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة بتعديل الدستور في 1980. أنا بختصر طبعا، الورقة طويلة لكن أنا بضطر أختصر عشان ما لاقيش على حضراتكم عشان الوقت. المرحلة الثالثة، وهي كانت من 86 ل 2005، والمرحلة دي الحقيقة اكتسبت باستقرار نسبي على الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا إن نسبة تمثيلها ظلت بعد كده مرتفعة نسبيا لحد لما بلغت 3.9%، حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان ل 18 نائبة من إجمالي 456 عضو في مجلس الشعب. المرحلة الرابعة هي كانت مرحلة الانطلاق الثالثة لمسيرة الكفاح النسائي لإثبات الذات السياسية، وتوجت هذه المرحلة بصدور القرار رقم 49 لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد المرأة المصرية في البرلمان، وده أسفر عن تخصيص عدد 64 مقعد مع الإبقاء على إمكانية ترشحها على المقاعد العامة. مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم معنا ولقائنا عن المرأة واحتياجات المرأة في الفترة القادمة، والمرأة تحت قبة البرلمان، كيف نستطيع أن نساعدها وكيف تستطيع هي أيضا أن تساعدنا. الكلمة اللي فاتت دي كانت للنائبة حنان السعيدي عضو مجلس الشعب السابق، وهي ضيفتنا النهاردة، بنرحب بيها. أهلا بك معنا أستاذة حنان. أهلا وسهلا معنا. نماذج هيتكلموا النهاردة كتير قوي مع الأستاذة حنان، وهي إيمان عابد عواد. أهلا بك يا إيمان. أهلا بحضرتك. أنت ربة منزل مش كده؟ بتعولي أسرة كاملة بما فيهم الزوج والحمى. وناهد أحمد سليمان ربة منزل ومن الغارمات في الفترة القادمة، يعني هي متعسرة حاليا ومنتهى الخوف والقلق من الفترة القادمة، إلا إن هو يكون مصيرها خلف الأسوار كما نجد الآن. أهلا بكم معنا. أهلا بحضرتك. أستاذة حنان، الكلمة اللي احنا سمعناها من حضرتك دلوقتي هي المؤتمر الأخير اللي كان في جامعة الدول العربية اللي هو بيتحدث عن إيه بقى؟ مجتمع آمن. أيوة. مجتمع مصري آمن، الحقيقة والخداع. طيب، المجتمع المصري الآمن لا يكتمل إلا بالنصف الحلو. حقيقة. دور حضرتك في
البرلمان في الفترة السابقة يعني مش عايزين نطرحه قوي زي ما عايزين نطرح في المرحلة القادمة ماذا تستطيع أي مرأة هتشارك إن هي تقدم. لكن متهيألي في الفترة اللي فاتت كان الدور سياسي بحت. شوية. إحنا وقعنا في ظروف سيئة جدا. حقيقة. بقينا محتاجين فيها إنه الوضع الاجتماعي كمان أصبح بالنسبة للمرأة مهلهل. فما أصبحنا بعد ما كنا ممكن نقول إن إحنا بنتكلم سياسة بس لا، ده المرأة دلوقتي أصبحت يعني أضعف بكتير جدا من هي تواجه أو نتكلم عنها سياسيا فقط، اجتماعيا هي في أشد الحاجة. حقيقة. فحضرتك إحنا النماذج اللي معانا النهاردة هيحكوا لحضرتك أشياء هما يرغبوها في الفترة القادمة، لكن أنا سؤال أولي بيلح عليا من بداية الحلقة، ليه المرأة ما بتنتخبش مرأة؟ علشان احنا عندنا موروثات اجتماعية من زمان، يعني هي طول الوقت المرأة بتنظر للمرأة على ان هي حد ضعيف وان الرجل هو الأقوى. يعني حقيقة كمان احنا ما كانش عندنا تجربة كبيرة شوية مكتملة تقول ان في مرأة عملت حاجات كتير في البرلمان، فابتدت المرأة تبص عليها، مش المرأة الحقيقة والمجتمع كمان فيقتنع بان المرأة هي زيها زي الرجل، وبالعكس هي بالنسبة للمرأة اكيد هتحمل كل همومها ومشاكلها ومتاعبها الاجتماعية في شكل حتى تشريعات في البرلمان، وفي نفس الوقت كمان هي بتحمل كل هموم المجتمع، لأن المرأة الحقيقة هي في الآخر بتمثل الأسرة مش بتمثل بس طبعا. المرأة يعني طبعا. فهي الحقيقة بيبقى ركن مهم جدا جدا في البرلمان، لأن هي الحقيقة بتعبر عن واقع الحال المصري بكل أطيافه. يعني يعني هل شايف حضرتك انه انا ما بحسش يعني ما بحسش قوي ان المرأة اللي قدامي تمثلني او هي مش داخلة علشان تفيدني او تديني قدر ما هي داخله علشان تاخد ويصبح هناك اسم ومركز اجتماعي ووضع سياسي و يعني اخاف ان هي بعد ما تتواجد في المكان ده تنساني. يعني ما اعتقدش، لسبب المراه شويه مختلفه. غالبية اللي بيخشوا البرلمان بيبقوا اشتغلوا في العمل الاجتماعي، بيبقوا لمسوا كتير قوي من المشاكل اللي موجودة فعلا في المجتمع. ويمكن احنا كان عندنا فتره صغيره قوي بس كان عندنا امنيات، يعني انا مثلا بتمنى انه بعد الدستور الجديد اللي المفترض يقابله تشريعات وان المراه لازم هيكون لها دور في دوت ان شاء الله لما تدخل البرلمان، عندنا مثلا هضرب مثال يعني معاش الضمان الاجتماعي اللي طول الوقت مرتبط بالزوج المسجون او الزوجه المطلقه او خلافه، بنتمنى انه يتحول ما يبقاش كده، يتحول على دخل الأسرة. لو دخل الأسرة عند حدود معينة بأي مبلغ ممكن مثلا نقول عليه، نقول إن هو ده الحد الأدنى اللي لازم الأسرة تتساعد فيه عشان تحافظ على أولادها في المدارس، علشان تعيش حياة كريمة. يعني بتمنى المسألة ما ترتبطش بحالات معينة، لأن الحقيقة واقع الأسرة المصرية صعب جدا، وفي كتير جدا من السيدات المعيلات الحقيقة يعني بيئنوا من كتر الضغوط اللي عليهم وبيشيلوا أسر كاملة. يعني طب عايزة حضرتك تسمعي ده من إيمان، لأن هي ربة منزل وبتعول أسرة بما فيها الزوج والحما. إيمان نعم، ظروفك إيه؟ أنت بتعولي كام طفل الأول؟ معايا ثلاثة ولدين وبنت. ثلاثة والزوج والحما. أيوة. طب الزوج ما بيشتغلش ليه؟ هو كان شغال، كان بيبيع خضار وكده، بس لما المؤاخذة الفرصة بتاعته غرقت في الترع ماتت وهي العربية واتكسرت، ملاش لاقي حماتي وابني كانوا ماتوا كمان في قلب الرشاح. كانوا معاه يعني؟ كان معاه حماتي طبعا، ست كبيرة ما بتمشيش قاعدة. ما انا شايفاها انت جايباها معاكي بره في الاستراحة، طب جايباها معاكي يعني ليه؟ ما فيش حد يراعيها في البيت ولا ايه؟ لا ابنها موجود، بس انا قلت لها تعالي معايا بدل ما اجي لوحدي عشان هو طبعا مش هيرضى يجي معايا. يا شيخه دي عايزه 10 عشان ياخدوا بالهم منها، يعني هي اللي هتيجي معاكي. فجبتها. جوزك ما يجي معاكي ليه؟ جوزي طبعا تعبان شويه. استحلى قعدة البيت؟ يعني لا يعني صحيح. طب لما الفرسه غرقت ما عملش ليه فرشه خضار وقعد؟ ما رضيش يطلع تاني. ما كل الستات النهارده بيعملوا فرشه خضار وبيقعدوا عليها. طيب لا اصل احنا قاعدين في غطان في حته بعيده، لازم يعني ان عربيه تما تودينا وتجيبنا. ما فيش عربيه، هنجيب منين عربيه؟ طب انت عايشه ازاي؟ طلعت بقى انا اشتغلت، بقيت اشيل تراب اشيل رمل. يعني انت تطلعي تشيلي تراب وتشيلي رمل ما لهاش دعوه بالعربيه، لكن هو ما يطلعش بره عشان العربيه؟ لا مش راضي يطلع بقى بالعربيه. هو مش راضي يطلع.
يعني مش راضية يعني عايزة الآخر دي. فجيت بقى رحت بقيت اشتغل في التراب والرمل والطوب، كنت سواء اشيل زلط، تعبت يعني حتى رجليها تعبتني، رحت قاعده بقى ما قدرتش اشتغل. طيب عندي رجليها وجعاني. وما كنت بتشيلي تراب وزلط وطوب، كنت بتاخدي كام في اليوم؟ يعني الراجل اللي كان بيحاسبني كان بيحاسبني على 100 اكتر حاجه، هي 100 جنيه بس. طبعا ال 100 بتشتغلي قد ايه وقت؟ 4 ايام 5 ايام. لا وقت في اليوم؟ اليوم لحد المغرب. من الصبح؟ اه من الصبح لحد المغرب تشيلي طوب ورمل وزلط؟ وجوزك قاعد في البيت؟ ايوه. ما يعني ما فيش ولا مره يعني، حتى مش هقول لك صورتي، ما فيش ولا مره قلت له انا زعلانه ومشتغل؟ قلت له كتير بس هو طب ما راحش ليه هو شال الطوب والرمل والزلط؟ جه معايا يوم وبعد كده قعد ما رضيش يجي، لما لقاها متعبه ما رضيش يجي معايا. ايه الكلام اللي يضحك ده؟ ايه الكلام اللي يضحك ده؟ هو لقاها متعبه. طب وافرضي انك انت رفضتي انك تشتغلي وقعدتي، كانوا العيال هياكلوا ايه طوب؟ رحت والله قعدت يوم عند والدتي وعند بابويا، اكلنا وشربنا يعني، قعدنا لسه جايه من كام يوم. يعني لان الراجل متاكد ان هي اللي هيبقى قلبها على اولادها وهتاكلهم، هو يقعد هتاكله معاهم. ما يعني ما يقعدش تروح عند اهلها يعني، ده في حالات كتير قوي. دي بقت نظريات غريبه جدا، ده كل المراه المعيله بهذا الشكل علم حضرتك على فكره. كله يعني. طب انت دلوقتي بتشتغلي في مكان؟ لا انا حاليا دلوقتي بقى لي كام يوم قاعده عشان سبت الشغل، فلما يجيني يعني تاني هروح. طب الولاد بقى عايشين ازاي؟ عايشين قاعدين معايا، هو دلوقتي بيطلع عصريه. بتصرفي منين؟ هو بيطلع عصريه بيشتغل من العصر لحد بعد العشاء كده، بيجيب 20 جنيه تصرف على البيت والعيال. يعني بعد ما انت كنت بتجيبي 100 جنيه وبتشيلي طوب ورمل وزلط، هو ما رضيش ان هو يشيلهم، بيخرج دلوقتي يجيب 20 جنيه، وكنت ماشيه بال 100 جنيه وبرده ماشيه بال 20 جنيه. فلتحيا المرأة المصرية حقيقة، والله العظيم فلتحيا المرأة المصرية. مفيش ست في العالم ممكن تبقى كده، ولا قنوعة كده، ولا ترضى على نفسها ده. حقيقة فعلا. احنا رضينا عشان ولادنا. عشان معايا ولادي. هم ولاده. ما هو الموضوع ده لما تضحكي مش لولادك لوحدك. تضحكي ده انت ماشية يا شيخة ماشية على رجلين. ربنا يصبرك يعني. هقول لك ايه، ربنا يصبرك يا رب. طيب انت معانا وهنقعد نتكلم عشان لسه هتقولي لنا انت طب قولي لنا كده، قولي الاستاذه حنان، لان هي كانت نائبه في البرلمان، والشيء الطبيعي ان هي هتنقل الصور دي حتى للستات اللي هيتم ترشيحهم في الفتره الجايه. انت عايزه ايه؟ يعني احتياجاتك انت كقاعده سياسيه، انا ادخل عشان اتكلم عن القوانين بتاعتك ده اقوى، ولا ادخل عشان اتكلم عن احتياجاتك المعيشيه اقوى؟ لا عشان احتياجاتنا ومصاريفنا طبعا. يعني الست عايزه النشاط. عايزين النشاط. انت عايزه ايه؟ محتاجه ايه؟ محتاجه والله ان انا اجيب عربيه يطلع بيها بردك بغدار، او هو يطلع بيها بردك بدل ما لا هو يطلع. هو يطلع. هو يطلع لا. بعد ما تيجي عربيه مش هو اللي يطلع. خلاص بطلع انا بيها. لما تيجي العربيه هتبقى باسمك. مش باسمه. وياك الصبح تروحي تعمليها باسمه. لا طبعا. هينزلك تاني للطوب والرمل والزلط. الطوب والرمل ايوه. بتسلطوا مع الرجاله وبعدين بعد كده يشيلونا طوب ورمل وزلط. انت عايزه ايه من استاذه حنان؟ يعني عايزه تقولها هي هتتقابل مع الستات اللي في البرلمان، لان كلهم او يعني السيدات بيتجمعوا مع بعض في اماكن معينه يعني. انت عايزاها تقول لهم ايه بالنيابه عنكم؟ يعني عايزاها تقول لنا بس ان تشوف شغلانه لجوزي. هتقول لهم شوفوا شغلانه لجوز ايمان ده على جنب. للستات عموما اللي بيكونوا مسؤولين عن اسره كامله، بتبقى ايه معاناتهم؟ يعني اكيد العلاج مش الاكل بس. ايوه اكيد العلاج مشكله. انا شايفه ان حماتك مثلا قاعده ما بتقدرش مشغوله وعلى كرسي متحرك. ايوه طيب برضو انت المسؤوله عن دي عندي اهم حاجه ان هي مثلا تتعالج عشان هي اصلا ما بتعرفش تمسك اي حاجه بايديها. حتى بنتي مثلا ما باجي اديها لها تقول لي لا مش هقدر امسكها، بروح مكتفاها من وسطها كده عشان اقدر اشتغل في البيت. او يعني اقدر ان انا اروح الشغل بتاعي. بتحطي البنت على رجل حماتك وتكتفيهم الاثنين؟ لا هي بنتي بس في الكرسي في قلب العجله من فوق.
بحبل عشان انا اقدر ان انا اروح الشغل او اشتغل في البيت. يعني انا قبل ما امشي على الشغل الصبح اكون مخلصه شغل بيتي وحاجتي. جوزك ما يشيلهاش ليه؟ ما بيرضاش، ما بيحبش يشيل العيال. ولا الطوب ورمل وزلط ولا العيال؟ ولا ما بيحبش يشيل العيال. طيب والله كويس، ما ردش بقى ولا ايه؟ ولا انت طب مش عايزه؟ انا عايزه اقول حاجه. قولي. اتفضلي. بصي حضرتك، هو احنا انا طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ونلاقي لك حل باذن الله لمشكلتك يعني، بس انا عايزه اقول لك انه كتير جدا من ستات مصر كده. يمكن احنا في انا لاني برضو احنا بنشتغل من خلال مؤسسات اهليه في العمل الاجتماعي، فاحنا ممكن نساعد في الحالات اللي زي دي. بس أنا ده بس ما هو ده عايز اقول انها قضيه كبيره. احنا بقى عندنا سيدات معيلات وكتير جدا من الرجاله بيبقوا قاعدين في البيت ما بيرضوش ينزلوا، ولما بترجع الست يعني كتير من الحالات بنلاقيها بياخدوا الفلوس كمان ينزلوا يقعدوا على القهوه يعني، وحالات في بالشكل ده في المظاهرات. بس نتصدر احنا، نبقى احنا اللي بنحط الحقيقه. ده المراه المصريه عظيمه في كل حاجه وتتضرب الستات طبعا وتتصور الستات وهم الحق دول اللي بيتعذبوا يعني احنا بنتعمل الصوره حتى اللي بتنقل للعالم بتنقل من خلال الناس دي يعني، حتى الصور المسيئه اللي هم بيستخدموها برضو عن الستات. بنيجي بعد كده ندور عليهم نلقى ان احنا بنشيل طوب ورمل وزلط. طب هي دلوقتي ناشد كذا حاجه مهمه يعني، المفترض بتوقع ان التامين الصحي حاجه مهمه جدا في البرلمان اللي جاي بالذات للفئات الفقيره والمهمشه. انا هستاذن حضرتك انت ما معكيش ورقه وقلم، فانا هدي حضرتك الورقه والقلم دول بتوعي تكتبي فيهم هذه النقاط عشان انا متاكده انه دي رسائل هتوصل من خلال حضرتك ان شاء الله لكل من تتواجد في الفتره القادمه تحت قبه البرلمان. ومعانا نماذج ده الست بتضحك يعني حتى الحمد لله احنا عمر ما في ست مصريه بتبقى نقمه على حياتها يعني مهما كان اللي بتتعرض له زي ايمان كده يعني راضيه والحمد لله. ربنا يتم عليكي نعمه الرضا يا ايمان. اكتبي حضرتك النقط ونسمعها من حضرتك كده. يعني التأمين الصحي عشان هي اتكلمت عن حماتها المشكلة اللي موجودة عندها، وده حق كفل الدستور ولازم يتطبق من خلال التشريع، ان يبقى في عندنا تأمين صحي لكل الفئات المهمشة وان اي حد يقدر يحصل على ده. الحاجة التانية بقى حالة ايمان في حد ذاتها، انه امتى نقدر نقول ان في عايز اقول ايه مشروع قومي للمرأة المعيلة على مستوى مصر كلها، ان هي تقدر يكون عندها القدرة انها تعمل مشروع، ان هي تتذلل العقبات قدامها لما بتروح جهات معينة زي الصندوق الاجتماعي وخلافه. دي حاجة مهمة جدا. بس لازم يكون من اهم العناصر اللي موجودة في البيانات اللي احنا بناخدها، مش ان الراجل يبقى قاعد في البيت وهي اللي بتشتغل. ده صحيح فعلا. يعني ما ينفعش يعني هي محتاجة تجمد شوية بس حقيقة يعني يبقى من اهم بس الامور على الاقل انه يكون في البيانات انه الزوج ده مثلا معاق، ان الزوج ده مسن، ان الزوج ده يعني في حاجه تخليني انا اطلع ابقى معيله للاسره دي. صحيح. والا لو انا ساعدتها وهو قاعد في البيت ما هو كل الرجاله بقى هتعمل كده هيستمرق. ده الحقيقه يعني بقى نتكلم ليه طيب. يعني اصل خلاص هتبقى كله بقى هيقعد ويقول لك ايه ما هي بيصرف لها معاش مثلا، ما هي بتاخد فلوس وانا قاعد يعني حقيقة. اذا كان ما شالش الرمل وطوبه هي اللي شالته. ما هي دي مشكلة اجتماعية على فكرة كمان احنا لازم نحلها. المجتمع المصري ليه الرجالة بعض الرجالة او يعني بالذات في المناطق العشوائية ليه بيقعدوا في البيت وليه الست هي اللي بتنزل في مناطق معينة معينة كنت بتمثلي منطقة منهم في مصر القديمة من الفترات فبرضو يعني. وبعدين احنا امال فين النخوة وفين الرجولة وولاد البلد؟ المناطق الشعبية دي ولاد البلد والنخوة والرجولة والست اللي يعني تبقى تقعد كده في البيت كده والراجل يسعى ليها. يعني مش طالبين على فكره احنا كده يعني، ده عمر ما كانت دي من متطلباتنا، لكن على الاقل في حاجه اسمها مشاركه. ما فيش مشاركه. صحيح. مش المشاركه كانوا الاول بيطلبوا المشاركه من الست. أيوة. شاركي الراجل. دلوقتي بنطلب من الراجل المشاركه الست يعني فعلا. حقيقه. طيب نسمع بقى ناهد. اهلا وسهلا. اتفضل. انا دلوقتي مشكلتي انا عندي ابن عنده 38 سنه وكان انا عندي تاكس وكتباب اسم بنتي. كان ابني ده بيشتغل عليه ساعات كده يعني بعد ساعات عمل عمليه جات له جلطه وعمل عمليه قلب مفتوح. طبعا جه موضوع الثوره التاكس الابيض ما عدناش بندفع له اقساط، مفيش حد راضي يركبه. ابني تعبان عامل عمليه قلب مفتوح ومش قادر يركب تاكس.
لا كان مش فاهمه معلش يا مدام ناهي التاني. انا كان عندي يعني ايه التاكسي الابيض ما بقاش حد يرضى يركبه؟ مش ما بقاش حد يركب، مش ابني عمل عمليه قلب مفتوح ومش قادره ادفع الاقساط لان الرخصه منتهيه، فيجي سواق يركب التاكسي يقول لك لا رخصه منتهيه عشان رخصته تتسحب. فالتاكسي اتركن، ابني عيان، بدات امد ايدي للناس واستلف عشان اكل. في بنك طبعا. بنك اسكندريه. طب والبنك والتاكسي مركون؟ مركون ما بيشتغلش. تاكسي لادا؟ لا بصراحه ما طلبنيش لحد دلوقتي. بقالك قد ايه؟ انا بقالي من اخر قسط دفعته 1/2011. 2011. جيت عملت حته جمعيه ب 200 جنيه ورحت دفعت 1560 جنيه اربع شهور، هو ب 400 جنيه القسط. 400 ال 10. 400 جنيه في الشهر. 400 جنيه في الشهر. طبعا بيطلع لكم قد ايه؟ التاكس كان بيجيب الورديه 30 جنيه. كان بيطلع الورديه 30 جنيه، انا جوزي متوفي. طالع ليا معاش دلوقتي يعني وصل لحد حاليا دلوقتي 360 جنيه، ابني مش لاقي سكن يقعد فيه، ناس مقعدينه عندهم في المرج الجديده. هو متجوز؟ متجوز ومعاه بنتين. يعني ال 30 جنيه دول كانوا بيصرفوا على بيتك وعلى بنتك وعلى ابنك ومراته واولاده. كنا بناكل على قد ما بناكل زي يعني اي حاجه. دلوقتي بيته هما في بيت. دلوقتي ابني راح بيت له ايجار. مقعدينه لله كده بقالهم سنتين مقعدينه لله، بس شقه في اوضه في صاله كلها رطوبه، عياله تعبانين، هو عامل عمليه قلب مفتوح دلوقتي، يعني حضرتك اي حد يجي ويروح يشوف الحاله بالطبيعه. طيب يعني انت دلوقتي الاقساط هي اللي متراكمه عليك وعليا 20,000 جنيه بوصلين امينه، وصل 15,000 وصل 5,000، ومعايا الست اللي معاها الوصلات قاعده معايا حضرتك تحت. وعايزه ادفع الاقساط العربيه. يعني انت دلوقتي حد اخذ اي خطوه؟ لا بصراحه لا، حتى البنك لحد دلوقتي ما شيعليش. من اول الثوره، من اول من شهر 11 من شهر 1/2011 لحد وقتنا هذا، بامانه البنك ما شيعليش. طب انت ليه كتبتي كاتبه التاكسي باسم بنتك مش ابنك؟ كتبته باسم بنتي هي اللي قاعده معايا وكده، انت عارفه برضه ساعات الواحد ممكن الواحد ايوه بترعيكي وبتاخد ايوه وقاعده معايا ومعاها مطلقه وقاعده معايا معاها بنتين وقاعده معايا. يعني كمان بنتك عندها بنتين؟ بنتي عندها بنتين، عندها مريم وعندها رحمه ومعاها بنتين قاعدين معايا في البيت. بقى لها 11 سنه قاعده معايا، وانا قاعده في اوضه من داخل اوضه. كل اللي انا طالباه الاقساط تتسدد والاقساط الامانه تتسدد وابني ياخد شقه. عمرها ما كانت هتتسدد يا مدام ناهد، حتى لو عمرها ما كانت هتتسدد. 30 جنيه في اليوم بيصرفوا على بنت ومعاها بنتين وام وولد. لما هي بنتي بتاخد وتفليل. بنتي بتاخد 475 جنيه من جوزها، دي بتعملهم دروس لعيالها، عندها بنت في ثالثه اعدادي وعندها بنت في سنه رابعه. طيب ما هو ده عمرها ما حت عمره ما كان هيتسدد يعني. لا مش هيتسدد طبعا. طب دلوقتي الغارمات اللي مليين سجون مصر وكلهم على كده، يا جابت حاجه تسترها، يا جابت جهزت بنت، يا يعني يمكن انا عملت حلقه عن الغارمات بالكامل في الفتره اللي تبرع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم و اهتم بيهم جدا وعمل عليهم فوكس، واحنا يمكن كلنا ما كناش لسه واخدين بالنا يعني ايه غارمه. يعني في الفتره دي عملنا لقاءات كتير مع غارمات، فلقينا ان الست بيتم حبسها، وده قانون ما نقدرش نتكلم فيه، لكن بيتم حبسها على يعني على مبالغ زهيده جدا زي ما سامعين كده عشان تصل نفسها. بس لما بيتقدم الحقيقه اللي هي عامله الايصالات معاه بيتقدم بمبالغ ضخمه جدا او بيكتب مبالغ ضخمه جدا لان بيمضوا على ايصالات. لا بصراحه الست اللي هي مسلفاني الفلوس وكاتبه، هي كتبت وصولات الامانه ان الفلوس دي بتاعه بنتها هتجهزها بيها. ومقعده ابني عندها في بيتها. في اوضه بصاله من تحت بس كلها رطوبه، بوظت عفشه، بوظت حاجته، كتر خيرها جدا ان هي عملت كويسه، وابني عامل عمليه قلب مفتوح طبعا. شكر ليها. لكن غيرها بيتعرضوا لمواقف سيئه جدا. انت لو تشوفي في السجون لما رحنا عشان نصور لقينا ناس محبوسه على مبالغ خايبه قوي، في واحده محبوسه على خلاط، يعني لدرجه ان انا جبت هنا الراجل اللي هي اللي كاتبه له الايصالات، قلت له يعني علشان خلاط يعني هل يعني معقوله عشان خلاط؟
طبعا اكتشفنا انه زي ما حضرتك بتقولي كده بالظبط. هو ما كتبش في الايصال خلاص لا هو كتب, كتب مبلغ كبير عشان يضمن ان هي ترد له الفلوس. يمكن بعد ما كانت تردها له برده كان يقول لها لا ده انا لسه ليا. في ناس بتعمل كده فعلا الحقيقه, يعني دي بتبقى مشكله كبيره. طب برده يعني ماذا تستطيع المراه تحت قبه البرلمان ان تقدم للمراه في دايرتها اذا كانت هتصل خلاص على حافه ان هي يتم سجنها مثلا وهي عندها بيت وعندها اولاد؟ بصي حضرتك للاسف دوت ما بيتمش الا بحلول اجتماعيه. حلول اجتماعيه من خلال الجمعيات الاهليه, الجمعيات والمؤسسات الاهليه, واحنا شايفين مصر الخير الحقيقه ده عندها هدف كبير جدا طول الوقت بتعمله. لكن على مستوى التشريع المساله دي محتاجه ان يبقى في يعني تامين اجتماعي للمراه ايا كانت هي بقى بتشتغل هي ما بتشتغلش. يعني في اشكاليه كبيره جدا لازم تتحل, لان في فئات كتير جدا مش داخله تحت البند ده. لكن هي حلها اللي احنا بنقدر عليه دلوقتي هو ان احنا نعمل حل اجتماعي من خلال المؤسسات الاهليه. وطبعا يعني هي اشكاليه ضخمه وكبيره للاسف محتاجه علاج اجتماعي اكتر, لانه لازم يعني زي حاله حضرتك كده لازم الزوج يشتغل. احنا عندنا ازواج كتير قوي ما بتشتغلش والستات هي اللي بتشتغل. لازم لما تكوني حضرتك عندك مشكله او هتجهزي بنتك او عندك بنت مطلقه او خلافه لازم يبقى فيه ما يغنيكوا اللي تقدروا تعيشوا بيه. يعني دي طبعا بتمنى انه يبقى فيه تشريعات في البرلمان اللي جاي شويه تحل المشاكل دي, لكن هي في الاخر الحقيقه مشكله اجتماعيه بشكل اكبر. يعني ما احنا عندنا برضو في مساله المشاكل الاجتماعيه البطء في اتخاذ القرارات والمواقف. فعلا. يعني انا عارفه ان نص البلد ستات بيعانوا منهم المعيلات ومنهم الغريمات ومنهم ومنهم في نماذج مختلفة. يعني يمكن احنا النموذجين اللي معانا النهاردة هم الأكثر معاناة اللي هم المعيلة, المرأة المعيلة والمرأة الغارمة. إنما لما يكون عندي نص المرأة في البلد بتعاني من مواقف مختلفة, طب ما هو أنا عايزة سرعة في اتخاذ القرارات القرار. وكمان الحقيقه احنا محتاجين نوعي شويه الناس. يعني وزاره التضامن الاجتماعي الحقيقه عندها اللي حضرتك طالباه, بس هو محتاج يعني هي بقى المشكله برضه بعد حضرتك. يعني حضرتك ان انا جوزي كان متامن عليه, كان شغال صنايعي وكان متامن عليه باخد تامين التامينات. معاش من التامينات. طبعا التامينات غير الضمان الاجتماعي. اول ما خدت 174 جنيه بقى 100 وحاجه و80 بقى مش عارف لحد ما بقى 360 جنيه دلوقتي. تخيلي 360 جنيه يعملوا ايجار غاز نور كهرباء. كهرباء طبعا انا حتى قاعده في اوضه داخل حضرتك اوضه بدفع عليها 90 جنيه نور. بدفع غاز طبعا داخل القسط ب 40 جنيه و50 جنيه كل شهر. صحيح. طبعا ما فيش. ابني طبعا عامل عمليه اب مفتوح وقاعد ما بيشتغلش, معاه بنتين ومعاه زوجه. بنتي قاعده معاها بنتين. طب ايه يعني احنا خايفه التاكسي تسحب مني. انا عايزه دلوقتي مساله لا بالنسبه لمدام نهد مدام ايمان احنا حي يعني ربنا يبارك لك يا رب في الموقف ان شاء الله. يا رب يبارك لك يعني اعتبروه ده ان شاء الله ربنا يبارك لك. انما انا بتكلم بقى دلوقتي على انه ايمان بتمثل نموذج ونهد بتمثل نموذج. انا عايزه الباقيات يعني اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي هم بيعانوا هذه المعاناة, السرعة في اتخاذ القرارات الحقيقة إزاي؟ يعني احنا دلوقتي المفروض ان هم عملوا بيت الزكاة المصري على اعتبار ان كل الفئات الاجتماعية دي المسألة بقت زيادة فعلا كتير جدا وبالذات بالنسبة للنساء الحقيقة. فالمفروض ان بيت الزكاة المصري الحالات اللي زي دي هي تكون الحالات اللي ليها الاولويه. بيت الزكاه المصري ده يا استاذ هو تم الاعلان عنه لكن بتعمل الهيكله بتاعته دلوقتي والمفروض ان هو توقف. لا 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 ما توقفش. لا ده هتبقى بالعكس انا بعتقد انها تبقى اليه جيده جدا عشان تساعد العدد ده من السيدات. وهم فكروا فيها لما زادت نسبه الغريمات, لما زادت نسبه المشاكل اللي موجوده عندنا. يعني من حق كل حد في الدنيا ان هو يكون عنده سكن معقول. من حق كل حد ان يجوز بنته من غير ما يروح يكتب ايصالات امان عليه. زوج مثلا يحصل له اي مشكله من حقه ان هو يعني في حاجه تغني اسرته. فاعتقد ان ده الحل اللي هم لقوه. لكن حل على مستوى الدوله لا, ما الحقيقه ما فيش مقترح لحل على مستوى الدوله. يبقى لازم يكون في مقترح. يبقى لازم في الفتره القادمه ان شاء الله يكون لازم تكون دور السيدات الحقيقه, لانه احنا الحقيقه المراه قهرت فتره طويله جدا والحالات بقت كتيره جدا جدا. افتكر يعني ده نداء لكل السيدات اللي ناويه تدخل برلمان, هو مش واجهه ولا اي حاجه من دي خالص. لا لا, لانه كل العالم الحقيقه هيبص على الستات دول. فلو هم مش جديرات فعلا بالمكان اللي هم موجودين فيه ويقدروا يساعدوا
المجتمع وخصوصا المرأة، اعتقد ان هتبقى المسألة فيها مشكلة كبيرة جدا، وده الحقيقة برضه بيلقي عبء على الفترة اللي فاتت، الفترة المحبطة اللي فاتت بتاعه البرلمان اللي فات حضرتك، كانوا الستات اللي فيها لا يعبروا عن المراه المصريه اطلاقا، يعني ده كانوا مدينك احساس بالعنفوان والجبروت، ده يعني كتف قانوني كانت بتدي ده فعلا حقيقه كتف قانوني. وعلى فكره دول اساءوا لشكل المراه المصريه بشكل فظيع الحقيقه، يعني دول كان ناقص يجيبوا رشاشات ويضربونا بيها يعني. او طيب يعني ما هو يعني هذه النوعيه من السيدات شالت الصوره الاصليه للمراه المصريه البسيطه الغلبانه اللي عندها احتياجات. احنا كنا كدنا ننسى انه في ست غلبانه عندها احتياجات، زودوا نسبه المتسولين في الشوارع، زودوا نسبه اطفال الشوارع اللي كنا بنشتكي منها. صحيح، واستخدموهم كمان واستخدموهم يعني هم يمكن عملوا كده عشان يستخدموهم برضه. فعلا وما حضرتك ما تستبعديش انه انا اضعف اللي قدامي. صحيح. عشان يبقى عندي القدره بعد كده على ان انا استخدمه زي ما انا عايز. هي دي سياستهم الحقيقه، ده فعلا ده حقيقي يعني. يعني يبقى دي سياسه يعني دمرت جزء كبير جدا. فعلا. احنا عايزين نستعيده بسرعه، يعني زي ما كان في سرعه جدا جدا في التدمير. فعلا. بسم الله ما شاء الله، يعني سنه بس سنه كانت يعني اللي هي ايوه فعلا. يعني عايزين سرعه في العوده مره ثانيه، او ان احنا نقوم مره ثانيه او نتنفس اكيد، وان يبقى في سرعه في القرارات فعلا عشان الحالات اللي موجوده. حضرتك بصراحه بقى لما كنت بتنتخبي قبل ما تدخلي البرلمان كنت بتصوتي للرجاله ولا للستات بصراحه؟ للافضل يعني، كانت ست كان رجل كنت بصوت للافضل. وبرضه انا عايزه اقول لحضرتك في اشكاليه ان مش كتير من السيدات بيقبل على النزول للانتخابات خصوصا الفرديه، يعني المساله كانت بتبقى قليله قوي مش كبيره يعني. لكن هو الافضل ايا كان هو رجل او هي امراه، افتكر انه ده يبقى مكسب يعني. اصل انا عايزه اقول لحضرتك انه برضه هي نماذج المراه في البرلمان كان اغلبها ضعيف، يعني ما كانش فيه النموذج القوي اللي يعتمد عليه. احنا كنا 1.8 ولا 1.2، يعني احنا في برلمان سابق 1.2 نسبه قليله. برلمانات اخرى كان مثلا بيكون موجود فيها مثلا دكتور عائشه رك. ايوه. وفيها الدكتور عمر عثمان. أيه. كان فيها يعني نماذج بتقود الحقيقه، وكنا بنحس بيها وناجحه جدا على بعد مستوى كده بدانا نحس انه وجود الست في البرلمان ضعيف، النموذج نفسه ضعيف فعلا. فيعني البرلمان القادم ان شاء الله ماذا يمكن ان يطرح من خلاله بالنسبه للمراه اللي هتدخله؟ ايه اللي مطلوب من المراه اللي داخله البرلمان في الفتره القادمه؟ حضرتك كلميني كنائبه سابقه. أيوة. ايه اللي كان فيه تقصير وعايزين نلحقه من المراه في البرلمان في الفتره الجايه؟ اولا ان هي تكون بتؤمن بنفسها وبتؤمن بقضايا المراه، ده جزء اساسي جدا بالنسبه لها. الحاجه الثانيه ان هي يكون عندها قدر كبير جدا من الثقافه فيما يتعلق بالقوانين، وخصوصا البرلمان اللي جاي ده ما فيهوش هزار ومحدش يعرف ياخد نفسه فيه. كم التشريعات اللي موجود فيه مش هيدي فرصه لان اي حد يفتكر ان المساله ورده فعلا وتتجكت لها خالص، ده قويه جدا جدا. يعني كمان المراه لازم يكون عندها وعي كبير جدا بالدستور بالتشريعات، تجهز نفسها قبل ما تيجي تدخل. احنا عندنا هيبقى فيه 56 سيدات، وبتمنى انهم يفضلوا كده يا رب ان شاء الله، لانه طبعا في الحقيقه ناس كتير بتحاول انها يعني حتى دوت تحرم المراه منه. يعني في القايمه يقول لك ايه مثلا في عامل وفي مراه، فيقول لك لا انا هاخدها امراه وعامله، امراه ومعاقه، يعني كل ده عشان خاطر ما يزدادش عدد السيدات، هو ممكن يزيد اكتر من 56 في القايمه، لكن للاسف دي اشكاليه يعني. فبتمنى ان المراه الفتره اللي جايه تكون مسلحه بكل القدرات وبكل الوعي وبكل الثقافه اللي تقدر من خلالها تناقش القوانين اللي هتكون في مجلس الشعب وتشرع. هم بيختاروها في الاماكن الضعيفه، كيف تستطيع ان هي تكون مقتحمه في الفتره الجايه؟ هي ازاي تقدر تثبت نفسها؟ طب انا في المنطقه دي. أيوة. وانا في المنطقه دي هثبت لكم ان انا اقدر اعمل حاجه واعمل حاجه كبيره. يعني حضرتك في فتره ما كنت برلمانيه كنت مسؤوله عن مصر القديمه. أيوة. مصر القديمه دي يعني كلها رجاله زي ما بيقولوا، يعني اسود يعني زي ما بيقولوا طبعا يعني. ازاي قبلوا ان هم ينتخبوا امراه؟ يعني بصي حضرتك انتخبوكي ووقفوا جنبك وقعدتي معاهم فتره. مش انا بس، وفي نماذج كتير كمان يعني الحقيقه من السيدات. هو في مصداقيه،
طول الوقت الناخب بيبص هو انا يعني لما بيبقى فيه بالذات في المناطق الشعبيه امتى يفضل سيده على رجل؟ لما يلاقي ان مفيش صدق، يعني انتخب رجاله كتير. انت عارفه حضرتك دايما قلنا ايه؟ احنا انتخبنا رجاله كتير وما عملناش اي، ما شفناش اي نتيجه، طب احنا هنجرب السيدات. فده كان الكلام اللي هما كانوا بيقولوه، الست لو هي قويه قادره ان هي تقتحم وتبقى كده عندها ثبات يعني وكده، ما افتكرش ان في اي مشكله ممكن تقف. يعني المساله مش مساله فلوس، لا لا مش مساله انه لا ما لازم يكون حد لأنه في مكتنز، هو اللي موجود في المكان وهو اللي بيصرف وهو وهو وهو. مساله في الاول وفي الاخر، انا النهارده لو هذا الرجل او هذه السيده اللي داخل البرلمان صرفوا النهارده، بعد كده انا اللي حجني كل ده النهارده، ولا الخمسين ولا المية ولا الالف هينفعوني النهارده، هياكلوني النهارده او هيفتحوا بيتي النهارده، بس لما يقعدوا 3 4 سنين في البرلمان هكون انا شربت قدهم 20 مره. الحقيقه اسوأ شخص يدخل البرلمان هو الشخص اللي بيتاجر في مشاكل الفقراء وفي احتياجاتهم. اسوأ شخص، يعني انا بنصح كل حد، يعني لو اي حد جه حسيت ان هو بيتاجر في دوت بان هو بيتاجر في احتياجك، بيدي لك حاجه مؤقته، لكن هو بعد كده هو داخل يدور على حاجه تانية. اللي بيصرف عايز ياخد، وهو داخل عشان خاطر يعوض اللي صرفه وياخد. الحقيقه ده لازم نبقى فاهمينه. يعني تعالي كده حضرتك وتعالي معانا يا ايمان ويا ناهد نشوف مع بعض راي الناس كده في الشارع، هل مختلف عن راينا ولا زي راينا؟ اتفضلوا معانا. اتمنى ان اللي يبقى في مجلس الشعب ده سواء مراه او رجل فهو يعمل لمصلحه الناس، مش مهم انه يقعد على الكرسي ست او ان انا انتخب ست معينه او رجل معين، لا انا عايزه اللي هيشتغل اللي ابقى عارفه عنه ان هو بيشتغل، له نشاط في الشارع، بيمشي بين الناس وعارف المشاكل وهيعمل، مش مجرد انه واحد مشهور بس، لا يكون له معروف، خلفيه، له خلفيات. وده اللي انا بتمناه، لو كانت مراه فانا اتمنى انها تبص لاطفال المدارس. بالنسبه للمطالب اللي احنا عايزينها من مجلس الشعب، ان بس بالنسبه للمراه يعني تحديدا، لو كانت الست هتبقى في مناصب قياديه في مصر، المناصب دي تبقى حقيقيه، يعني لو مثلا هي رئيسه في اي مكان سواء كان جهه حكوميه او جهه خاصه تحترم يعني في منصبها، ما يبقاش التعامل معها على اساس ان هي محطوطه في المنصب ده شكل بس، وفي النهايه تبقى القياده تبقى للراجل برضو في الوظائف الحكوميه او الخاصه. ده بالنسبه للمراه. بالنسبه ان انا افضل العضو مجلس الشعب يعني راجل او ست مش هتختلف كتير سيان، بس الفكره كلها ان هو يبقى عنده حته المساواه، ما نبقاش يعني برضو حاسين ان احنا عايشين في مجتمع ذكوري، يعني تبقى كل حاجه دايما تحت سلطه الراجل، الست برضو يبقى ليها دور حقيقي مفعل، ما يبقاش مجرد شكله بس. لو انتخبت طبعا هنتخب راجل، لان الراجل بيبقى اكثر تحمل ومسؤوليه من الست، يعني وقدرته اكبر واعلى وممكن يحقق لنا مطالب كويسه، لكن الست برضو مهما كان قدرتها على التحمل ضعيفه، اضعف من الراجل بكثير. انا بنتخب الست اكتر من الراجل، لان الست اكتر واحده تبقى عارفه احتياجات الست اللي زيها بالنسبه للطلبات اللي انا بطلبها من الست في البرلمان، ان هي تهتم بمشاكل المراه، زي مثلا مشاكل المراه في الشغل بالنسبه لمواعيدها، بالنسبه لرعايتها للطفل والحاجات دي. افضل ان تكون في المجلس اللي بتمثلني هي المراه، لانها هتكون اكتر واحده تعرف مشاكل المرأة إيه والمعاناة اللي بتعانيها. إن دايما بيقولوا إن في مساواة بين المرأة والرجل، ولكن بنعاني كتير جدا جدا بتفرقة بين الرجل والمرأة في المجالات العمل الكتيرة، إن يقول لك مثلا الرجل لا يعول، فبالتالي في حاجات كتيرة بيستفيد بيها الرجل ولا تستفيد بيها المرأة. ممكن أنتخب امرأة ليه؟ لأن هي ممكن تكون حاسة بيا وبهمومي وبمشاكل أولادي، ممكن توفر فرصة عمل برضو، لأنها حاسة برضو إن إحنا محتاجين برضو ستات على قد كده، بيبقى لهم مشاكل يمكن مع زواجهم مع حاجة، بيبقوا محتاجين فرصة عمل أخرين، مش شرط الراجل بس هو اللي يشتغل. هنتخب طبعا إن ست مش راجل، لأن هي أدرى بيا وأدرى بمشاكلي، وهي اللي هتفهمني أكتر، وهي اللي هتحل لي المشاكل. يعني الحقيقة مجموعة آراء مختلفة وجيدة جدا. بنشكر الزميلة داليا بوشقة والزميلة هبة على
التقرير، لان فعلا هم اخذوا نماذج كلها مطلوبه بالنسبه لنا. بس لفت نظري اتنين، واحده قالت هنتخب راجل لانه اكثر قدره على التحمل. طب ايه رايك وانت شايفه واحده زي ايمان؟ يعني لما انت طالعه بتتكلم، انا ساعات احنا ليه بنبقى عندنا يعني قدره على بعض كده، يعني ليه ساعات بيبقى عندنا قدره جامده كده على بعض؟ في ايه يعني ليه القسوه دي؟ هل انت شايفه انه مليون ست زي ايمان وفي موقفها وبيعولوا وبيصرفوا وعايشين الحياه دي كلها، لما تنتخبي رجل لان هو اكثر قدره؟ احنا على فكره احنا لا نعارض الرجال على الاطلاق، بالعكس الرجال هم ابهاتنا وهم اخواتنا وهم ازواجنا، وما حدش يقدر ابدا ان هي المراه جزء من الرجل. لكن ليه بنضغط على بعض كده؟ يعني مش عارفه. والرأي الثاني اللي عجبني جدا ولفت نظري اللي بتقول انه الست لما تكون قياده في اي مكان لازم تثبت وجودها بشكل حقيقي، ما تبقاش هي مجرد منظر او وجهه والرجل هو اللي بيقود بالفعل. انا بس عايزه اسال في دي استاذه حنان، هل ده بيتكرر في البرلمان برضو؟ يعني هل هي موجوده بس كده والراجل هو اللي بيقود؟ على فكره انا مره سالت واحده ست قالت لي نفس الرد اللي قالته، وقالت لي معلش ده ظل راجل ولا ظل حيط، ده احنا في الامثال بتاعتنا طول الوقت بنقول ان الراجل هو اللي اتسند عليه هو يعني. والغريب ان ممكن يكون حواليها كتير جدا من السيدات اللي بيعولوا الاسر واللي الراجل نايم في البيت وبتشتغل، حاجه كده غريبه جدا في المجتمع يعني كتير قوي بسال طب هي ليه السيدات بتقول الكلام ده، مع ان يعني زي حاله ايمان كده حضرتك قلتي اكبر مثال. طب هي نزلت شالت طوب وزلط وتحملت اللي ما يقدرش الراجل ان هو يتحمل، هو مرضيش خالص اصلا. فتخيلي طب يعني طب برضو مساله انه بتكون موجوده في المكان وجهه، هل في البرلمان هذا يحدث؟ المراه في البرلمان وجهه والرجال هم اللي بيديروا كل حاجه وهم اللي بيسيروا؟ طبعا حضرتك احنا نعد كام سيده كانت رئيسة لجنة في مجلس الشعب، كم سيدة مثلا قدرت ان هي، هل في عندنا سيدات قدرت انها تكون رئيس مجلس الشعب؟ لا، رغم قدراتهم. يعني احنا كان عندنا سيدات يعني زي امال عثمان وخلاف النماذج الكبيرة اللي بنذكرها، قدرة قانونية وعقلية وحاجة كده رائعة، ويقفوا الرجال قدامها في المجلس يستمعوا ويتعلموا. ومع ذلك لما تيجي عشان خاطر تكون رئيس مجلس الشعب، لا ازاي، دي حاجه مقصوره على الرجال. اللي جان نفس الحكايه، فطبعا دي حاجه سيئه جدا. وكان في بعض السيدات اللي ممكن تقبل انها تكون من ضمن العدد، يعني بنرفع ايدينا نقول موافقون في من ضمن العدد يعني في ناس كده يعني. لكن الحقيقه لا، افتكر الفتره اللي جايه على المجتمع المصري ان يختار بشكل جيد واثق في المراه، لان يعني بتمنى انه البرلمان الجاي يدخل فيه سيدات واعدات حقيقه ان شاء الله. طب ايمان انت ايه رايك في الجمله اللي قالتها السيده الفاضله اللي كانت معنا في التقرير، اللي هي هنتخب راجل لانه اكتر قدره على الاحتمال؟ هو الحقيقه يعني مش عارفه بصراحه، يعني الراجل يعني لما تبقى دي وجهة نظر مجموعة من السيدات، هم مرتاحين ومش متكلفين حاجة ويعني مش عايزة وجع دماغ، وهي عندها الراجل انها تنتخب الراجل افضل ما تنتخب الست، وهي حجتها ان هو اكتر قدرة على التحمل. انت بقى من وضعك اللي انت فيه ده ايه رأيك في جملة واحدة زي، تحسيش ان هي بتظلمك؟ طبعا طبعا بتظلم. طب تقولي لها ايه؟ يعني مش عارفه اقول لها ايه بصراحه. قولي لها انا قدامك اهو. ايوه انا صحيح قدام اهوك، بس تيجي مكاني كده وتشوف مطرحي، يعني تشوفني انا بعمل ايه وتقرر هي بنفسها. تشوفني انا بشيل ازاي، بطلع سلالم قد ايه، بطلع فوق يعني تاني دور تالت دور. تيجي تشوف. انت بتشتغلي في وسط رجاله يا ايمان؟ لا انا لوحدي. ايوه انت لما بتشتغلي بتشيلي الطوب والزلط والرمل وكده لوحدي، ما بقاش معايا حد. امال بقيه الصنايعيه والبنايين بيبقوا فين؟ لا بيبقوا بره، ما بيجوش الا تاني يوم يكون الحاجه طلعت. يعني هي بتجهز الشغل؟ بجهز الشغل فوق والحاجه وكده يعني.
يعني انت ما معكيش ولا راجل بيشيل الطوب والرمل والزلط؟ لا، كلهم بيجوا هم يشتغلوا جوه الشقق وانت اللي بتشيلي؟ اه بشيله، بدخله جوه واجهزه لهم يجوا يشيلوه بقى هم براحتهم بقى يبنوا ويعملوا كده. ما انا اللي وجع رجلي اصلا الشيل بتاع السلالم، يعني عندي رجلي وجعاني بسبب الشيل بتاع السلالم. ما بقدرش اتحرك بيها كتير، ما بقدرش امشي عليها، بقول رجلي بفضل اشكي برجلي. ما معيش ان انا اروح اكشف عشان خاطر ان انا اشوف فيها ايه. طيب انت يا مدام ناهد، نعم، ايه رايك في نوعيه الست اللي شايفه انه الست مجرد واجهه بس كده وشكل؟ لا، الست لكن هي ما تفيدنيش في المكان اللي لا، الست تبقى اجدع من الراجل واحسن من الراجل. مش عايزه. لا والله، لان الست هي تبقى شايله كل حاجه. الست شايله كل حاجه، والراجل لو اشتغل وجاب لك وجاب اي حاجه هو بيست ست هي بتبقى دايره كل شيء. يعني انت النهارده وانت محتاجه لمساله فلوس التاكسي واحتياجك وي وي وي، لو كنا النهارده معانا في الحلقه عضو مجلس شعب سابق، مش عضو مجلس شعب سابق زي استاذه حنان، كنت تفضلي مين فيهم اللي تتكلمي قدامه وتحكي له موضوعك؟ افضل الست اللي زيي. طب وانت عندك ثقه؟ لان لو انا في حاجه وجعاني جوه هقدر اقولها للست، مش هقدر اقولها للراجل. لكن في حاجه وجعاني يعني انا اتحرج من الراجل اقولها له؟ لا، ممكن اقولها لواحده ست زيي. انت ساكنه فين؟ انا ساكنه في المطريه. طب مفيش ما بتشوفيش مقرات اعضاء مجلس الشعب وهم حاطين يافطه كده يقول لك ده مقر عضو مجلس الشعب عن المطريه، عن مصر القديمه، عن كده؟ ما بتشوفيش الحاجات دي؟ لا. ما فكرتيش ابدا مره تطلعي مقر عضو مجلس الشعب ده تشوفي كده هتقابليه هو ولا مش هتقابليه؟ ما بيقابلوش حد. لا، ما بيقابلوش حد. ايوه، عندنا ميم العمده ما بيقابلش حد، عاطف الاشمون ما بيقابلش حد، ما بيعملوش حاجه لحد. ما بيعملوش اي حاجه لحد. طيب يعني احنا معلش يا طبعا يعني قالت الاسماء بما انها اسماء سابقه يعني في وجود حضرتك. طيب عضو مجلس الشعب في داخل المقر بتاعه هو اللي بيكون موجود؟ بالنسبه لي لازم يكون موجود، لازم لازم يخصص جزء من الوقت لدايرته. لكن احنا الحقيقه الفتره اللي فاتت جزء من الوقت لدايرته، يعني ده هو مرشح عن هذه الدايره. ما هو علشان هو لما هقول لحضرتك على حاجه، لما بندخل البرلمان بيبقى فيه وقت ضخم جدا في التشريع وفي الرقابه وخلافه، فبنحاول نعمل جدول لينا، لان حق الدايره اللي انا يعني باخد اصواتها حقها عليا ان انا لازم اكون موجوده في وسطها، ولازم اشوف المشاكل بتاعتها اللي موجوده. يعني ده وضع طبيعي. انا يعني بقول ان كتير جدا من السيدات كانت بتعمل ده، لكن مش كتير قوي من الرجال كان بيعمل ده. عايزه اقول لحضرتك ان كتير قوي من السيدات لما بيخش هي مش يا فندم عمره ما حد دخل مقر عضو مجلس شعب والقهوه اللي موجود حضرتك ده، يا اما واحد بيلم الورق الشكوى بتاعت حضرتك، الشكاوى يا اما بيقول لك ده السكرتير، يا اما بيقول لك ده مدير الاعمال، ما بيشوفش حاجه، ده هو ما بيجيش. لان لو بنشوف حد كنا روحنا قدمنا شكاوينا دي وقدمنا شفنا طلباتنا حقيقه. قاعده انا يعني معانا في الفتره اللي جايه يا استاذه حنان، يعني في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انت حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، الست مش هتبقى ورده في عروه الجاكيت. لا لا، ما ينفعش. صحيح، يعني لازم اكون عارف ان انا ده تكليف مش تشريف. عايزين نشوف قدرات الست بقى. الناس دي كلها عملت كده وجابتني في المكان ده علشان انا احساسهم بمسؤوليتهم، بمسؤوليتي عنهم. ده صحيح. ويعني افتكر على فكره السيدات بيبقوا اقرب للمشاكل الاجتماعيه دي من الرجال. احنا لمسنا ده شويه. ايوه يعني كتير جدا من السيدات حتى لما تيجي تعبر، لما تقدم طلبات احاطه، لما تيجي تقدم اي موضوعات هتبصي تلاقي انها بتمس حاجه اجتماعيه، مش بتدور على تشريع معين في مثلا له علاقه بالحياه الاقتصاديه او بالحاله الاقتصاديه، علشان هي هتستفيد، هيبقى في مردود هيعود عليها من ده رجال اعمال او خلافه. يعني ودي اشكاليه كبيره جدا ياما حصلت في البرلمان. يعني فكل واحد هو داخل عشان يعمل ايه، وافتكر ان ده دور الناخب بقى. يعني هو المفروض كل حد فينا بيشوف مين اللي موجود احسن حد فيهم، مين سواء رجل او سيده. انا بتكلم على القدره وعلى الصدق وعلى ان انا هاتمنه على نفسي، لان هو المفروض هيحمل مشاكلي ديت في البرلمان. لا، ما انا عايزه اقول لحضرتك برضو انه حتى رجال الاعمال
اللي بيبقوا داخلين البرلمان بيبقوا داخلين زي ما حضرتك سبق وقلتي دلوقتي كلمه مهمه جدا، داخل بفلوسه، فهو عايز يجمع ياخد يلم الفلوس اللي هو دفعها. أكيد. في نفس الوقت انا يعني ما بقعدش عشان احل المشاكل البسيطه اللي هي فيها اعمار ناس، يعني مستقبل ايمان وحياتها، مستقبل نهد وحياتها في الحاجتين الصغيرين قوي دول، ان دي تلاقي شغلانه تشتغلها وتبقى ما تهلكش الهلاك ده، او جوزها يشتغل، وان دي تلقى حد يعني او يعني تاخد التاكسي بشكل كريم وتقدر هي تدفع اقساطه، ما نقولش ان حد يدفع لها اقساطه، هي تدفع اقساطه بس تعرف ان هي تشغله علشان تعيش عليه هي واسرتها. لكن اللي بيحصل ان كل رجل اعمال بيدخل بيروح عامل له جمعيه وينزل على الجمعيه اعلانات، يشهر الجمعيه وينزل عليها اعلانات، وتبقى هي الجمعيه دي، والجمعيه ولا بتشتغل ولا نعرف عنها حاجه حضرتك خالص، ولا في حاجه بتتقدم بس للناس، خالص ولا مجرد فيلا مقفوله وعليها اسم الجمعيه وتمام كده. مين اللي هيعرف 10 20 100 من اللي بيترددوا وما يلاقوش حد؟ صحيح. وبعدين بعد كده نقول انه الاعلام بيمس نقط مملأة، الاعلام في الفتره القادمه هيمس نقط شديده الاهميه بالنسبه للافراد تحديدا. ده لازم. انا مسؤوله عن اني اريح الانسان المصري. اكيد طبعا. وهو بعدين مين هيطلع مشاكله؟ ما هو الاعلام اللي لازم يطلع مشاكله، لان للاسف ما لقاش حد تاني الحقيقه يطلع مشاكله ويطبطب عليه بقى ويقول له تعالى نحل لك المشاكل دي. ففعلا احنا محتاجين ده. يعني جميل يعني. الكلام ده يعني انت شايفه ان هو البوابه دي بنوصل لها بعد ما نكون خلاص ما بقاش قدامنا اي سبيل. لو كان في حد عرفنا يعرفوا يتكلموا معاه ما كانوش وصلوا لحد هنا. ايمان، انت الناس اللي حواليكي، الستات اللي حواليكي، فيهم كام واحده بتعول اسره كامله وشقيانه كده وجوزها برضو يعني مريح دماغه او شاري دماغه زي ما بصراحه ما فيش حد الا انا. انت بس اللي جوزك كده؟ مش هتعرفي تروحي النهارده؟ مش نهارك ابيض النهارده. بعد الكلام ده محتاجه حمايه. لا بصراحه يعني ما فيش حد والله. يعني لو مثلا في واحده بتشتغل مع جوزها في البرسيم كده هو بيساعدها، مش يسيبها ويمشي. مش يسيبها مثلا وهي تشتغل تحش لوحدها تعمل لوحدها، لا ما فيش كده. لا بصي، هما ستات كتير قوي. طب انت منين؟ انا من صفت. من صفت؟ طيب يعني من الريف. طيب يعني بلاد الارياف دي ممكن تتخذ واحده ست بامانه بقى؟ يعني الرجاله اللي عندكم في صفت مثلا او في غيرها من القرى ممكن ينتخبوا واحده ست؟ هي مش عارفه يعني ممكن او ممكن يعني كلهم قاعدين في البيت. لو السؤال هل في سيدات عندكم عندهم رغبه انهم ينزلوا الانتخابات؟ هي ما اعرفش. مش عارفه. الناس محتاجه حد يسعى يعني لقمه عيشهم يعني. ده صحيح. يعني ساعات بندخلهم في حاجات اكبر منهم بكتير واحنا شايفين من برج عاجي انه احنا كده بنفيدهم. جميل ان احنا نفيدهم بس نعلمهم الاول الحقيقه. يعني يعني وبعدين عندنا نماذج لازم نبرزها برضو. عارفه سعادتك، يعني احنا عندنا جمالات رافع يعني بيع شركه اها اللي وقفت فيها. تخيلي بقى سعادتك لما أيوه الكم حقيقي. من حقيقي. الرجال ده موجود وهي النقابيه الجدعه اللي فعلا الناس جت قالت لها احنا عايزينك في البرلمان عشان شافوا جدعنتها هي عامله ازاي. دي حاجه. وعلى فكره عندنا في الصعيد في سيدات نجح والرجاله ادوهم قبل السيدات. بس هي فعلا المساله ترجع لانه انا مين وانا عايز اعمل ايه وانا شكلي ازاي. لان مش سهل دلوقتي انك تقنعي حد بان الشخص ده هو اللي ممكن فعلا يكون صوتي في البرلمان، هو ده اللي يعبر عنه. ما هو احنا عشان عانينا لفتره معاناه طويله طبعاً. لازم اللي يجي يثبت لنا صح. ان احنا ان هو بيرفع عنا هذه المعاناه. ليه بنقول البرلمان اللي جاي صعب جدا والدخول فيه صعب جدا؟ لانه مش المنافسه هي اللي صعبه، لا ده التواجد في هذا المكان ومدى قابليه الناس ليه يعني للي هيدخل حتى بعد ما ينتخبوه. يعني خلاص انت دلوقتي بقيت في امتحان، يعني انت اوعى تفتكر انك انت سلمت مننا بهذا الاسلوب. لا احنا هنبص عليك وهنشوفك انت بتعمل يعني ايه. اصبح الاختبار صحيح. دلوقتي من الناس فهم. انا حطيت صوتي في المكان ده انا هاخد حقي. ده صحيح. وافتكر ان الفتره اللي جايه توقعي بقى سعادتك ده
لان المجتمع المصري اتغير. احنا دلوقتي بقينا نحاسب كل مسؤول دلوقتي برضو يعني يعني الناس شويه اتجرأت اكتر على انها تطالب بحقوقها، وده مطلوب الحقيقه. الوعي زاد، بس احنا محتاجين الوعي اللي فيه قدر من الاحترام حقيقة. يعني علينا ان نواجه، ولكن علينا ان نواجه بشكل محترم. ده صحيح. وعلينا ان نواجه بس ما نتلككش فعلا، يعني ما نجيش في الهيفا ونصدر زي ما بيقولوا، يعني ما نقولش ما نجيش في منطقه ويبقى المنافسين هم اللي بيزقونا. مش هنعيش طول عمرنا نحارب في جوانب. بمناسبه الحرب انا عايزه اقول لحضرتك انه للاسف عايزه اقول لكم ان السيدات اللي بتنوى انها تدخل البرلمان هي نفسها بتبقى واقعه تحت ضغوط رهيبه جدا، وهي نفسها بتتحارب بشكل فظيع وبشكل غير سوي. يعني كتير جدا بيضروها في سمعتها بان هم يقولوا كلام مش جيد عليها، وكتير جدا من السيدات بتخاف تنزل للسبب ده. يعني دي فعلا حاجه بيتعرض لها السيدات، وده وفي عندنا امثله كتير. يعني الحاجه الثانيه قدره المال الفظيعه اللي بتبقى قدام السيدات، وزي ما قلنا السيدات ما بيبقاش داخلين يشتروا البرلمان، هم داخلين يقولوا ان احنا عايزين نبقى لينا وجود في البرلمان، لان احنا لينا وجود في المجتمع. احنا عدد كبير كمان في المجتمع، مش بتكلم على العدد بس، احنا كمان بنحمل كتير جدا من القضايا يعني، فعايزين نكون موجودين. لكن للاسف ده ما بيحصلش. المجتمع يعني للاسف بشراسه المراه بتواجه بحاجات كتير جدا ممكن تحصل لها اثناء الانتخابات، وفي ناس اتضربت بالنار واتضرب عليها نار، سيدات على فكره يعني ده موجود. فالست نفسها كمان بتواجه مشاكل كتير جدا لما تيجي تدخل البرلمان. يعني الحرب بتبقى شديده من كل الجهات. ناهد، نعم. عدد كبير جدا من الغارمات موجودين النهارده في السجون، سمعتي طبعا عن حاجه زي دي؟ نشوف كمان في التلفزيون. ما يكون واحده عليها شيك ولا حاجه ويحطوا فيه ما اعرفش كام الف ويشتكوها وتتحبس. واقع ده بقى وتاثيره عليكي وعلى غيرك. طبعا تعبانه، انا تعبانه، انا بنامش ولا باكلش وبشرب، عندي السكر والضغط تعبني. يعني بكلم حضرتك مش عارفه اتكلم من كتر السكر معالي عليا وريقي ناشف، مش قادره من اللي عليا، ما بنامش الليل من اللي عليا، خايفه التاكسي يجي يقبضوا على بنتي وياخدوها. طب وانا عايزه عليا تامينات، عليا قسط للتاكس، عليا ضريبه التاكس، الكلام دوت. طب ما بيقولوا هيقبضوا على صاحب التاكسي يجي ياخدوها، طب دي بنتي ومعاها بنتين، طب انا الشيكات اللي عليا للست اللي انا مديها لها عملت كل يوم، كل يوم عندي، كل يوم الصبح عندي، طب وبعدين هعمل ايه؟ طب ما فيش، ابني عيان وقاعد عندها. قلت لها ابني قاعد عندك ما تخافيش، طب قاعد عندها ولا حول ولا قوه. الغريمات بيعانوا معاناه فظيعه، شقه وهي ليست غريبه، بقت حاجه يعني موضه جديده في الفتره اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت هي اللي ظهر فيها الكلام ده. هل الستات ما كانوش بيتدينوا ابدا قبل كده وفجاه في السنه دي، ولا في حاجه جدت على الموضوع؟ لا، هي الظاهره موجوده بس الاعلام الحقيقه حط ايده عليها بشكل كبير، فده خلى كمان المجتمع يتحرك بشكل كبير قوي على ان في عدد كبير قوي من السيدات الغريمات، وعلى حاجات بسيطه وهايفه. يعني حضرتك ذكرت ان في واحده عشان خلاط، يعني حاجه صعبه جدا يعني، لكن هي لا، الظاهره دي كانت موجوده الحقيقه. ويا يعني في ناس قضت حياتها في السجن يعني فتره طويله بسبب ده. يعني في قوانين في الفتره الجايه ان شاء الله في البرلمان ممكن تسن فيما يخص المراه، وخصوصا المراه اللي قهرت بهذا الشكل. يعني الغريمات دول يعني ما ولا احنا يعني هيجي لنا نكلم مين؟ يعني نبدا نكلم مين؟ يعني بتصور ان اول حاجه الشخص مش الغريمات بس، والام المسجونه اللي بيتاخد منها ابنها للاسف وبيتربى في حضانه السجن وحاجات. لا ما ينفعش، هي يعني مش ناقصه على الهم اللي هي فيه، هم اكبر يعني فعلا. وبعدين بتبص تلاقي بقى نصهم هي اصلا دخلت بديله برضو للزوج. يعني انا شفت اربع سيدات داخل سجن النساء، هم داخلين السجن بدائل للزوج عشان هم اللي بيمضوا على القروض اللي بتتاخد، وفي الاخر هم اللي بيتحكم عليهم. وعندها قناعه شديده جدا ان هو ايه، عشان هو بس يصرف على العيال. اصل لو هو اللي دخل وانا قعدت مش هعرف اصرف على العيال. يعني هي انت مضحيه بنفسك عشان حد يصرف على العيال. وفي حالات بقى اللي بتحصل كل يوم بيتجوز. ايوه لسه كنت اقول لك، فعلا في حالات كتير يعني بيتجوزوا يعني تخرج تلاقي كده فعلا، يعني ان هو اتجوز واحده تانية وهو مبسوط تماما وهي قضت جزء كبير من حياتها في السجن. يعني ده فعلا موجود. يعني افتكر ان احنا محتاجين تشريعات اطفال في السجون، مساله السيده المعينه، مساله السيدات الغارمات، بس اطفال الشوارع اللي على فكره كل معظم خروجهم من سيدات معيلات.
يعني الولاد بيلقوا ان الام هي اللي بتسعى وبتشتغل وبتعمل وبتعمل مش قادره تكفي البيت، وهو الولد او البنت عايزين يخرجوا علشان يساعدوا، او هو مضطر ان هو عبء على العيله فبيخرج علشان يجيب حاجه خلاص بيعيش بقى حياته. فعلا بيهرب من الاسره وبيهرب من البيت. كل ده يعني كل ده برضو نتيجه لنفس المشاكل اللي بتعاني منها المراه. فعلا انه احنا الدنيا نرجع نقول ان في مشكله اقتصاديه بقى هي اللي بتؤدي للمشاكل الاجتماعيه دي كلها. اذا حلها لازم يكون بان يبقى في تشريعات وقوانين تحمي الاسر المصريه. دي واحدة من الحاجات اللي حضرتك كمان ذكرتي من أمثلة إنه إزاي الطفل ما يترباش جوه السجن. يعني إيه أنا يعني الطفل اللي يقعد جوه السجن طالما والدته محبوسة؟ لا، ده لازم يبقى فيه مؤسسات معينة أو حد من الأهل إذا كان يقدر إن هو ياخد الطفل دوت ويربيه. يعني دي حاجات لازم نفكر فيها وندور عليها. طب تتعمل دار في مكان مناسب داخل السجن بحيث الام تقدر. في جمعيات بتعمل كده بتاخد الشغل صحيح حضانه ويبات زي المدرسه الداخلي يعني بس تقدر تروح تشوف ابنها، تقدر تروح تراعي ابنها تربيه. فعلا. يعني هي بتشتغل في السجن وبيبقى لها دخل، لما يكون ابنها بس اللي معاها تقدر تصرف على نفسها وعليه من الدخل اللي بيدخل لها من العمل اللي في السجن. يبقى ليه بيتخطف منها روحها مع وجودها في المكان ده هو من كله؟ يعني الست هل تظلم المرأة من كل النواحي؟ لا، دي بقى دعوة لكل السيدات في البرلمان القادم إن شاء الله. ما ينفعش إن المرأة تقهر بهذا الشكل في الفترة القادمة. قابلنا كل القهر بتاع السنة اللي احنا عشناها كلنا مضغوطين، ويمكن كنا كلنا مضغوطين وعلى الوجه يعني بيطفو على الوجه مجموعة ما يمثلوناش، لا اللي كانوا بيتعملوا حوائط صد يمثلونا، ولا اللي كانوا في البرلمان بيمثلونا، ولا اللي كانوا بيتكلموا بالنيابة عنا بيمثلونا، ولا حاجة خالص. ما كانش في أي حد من دول بيمثلنا. والله أنا اللي بيجي نشف الحقيقه. بصي حضرتك، هي قضيه كبيره جدا جدا لازم تتحل بجد، لانه للاسف المراه ضحيه لكل المشكلات الاجتماعيه اللي بتحصل دي. فهي لازم تتحل باي شكل من الاشكال. بس انا عايزه اقول لحضرتك انه للاسف الشديد مش التشريع بس لوحده اللي هيحلها، المجتمع كمان لازم يساعد في حلها. يعني انا شايفه ان احنا عندنا مشكلات اجتماعيه كتيره جدا، لازم المؤسسات الاهليه تحاول فيها. يعني مثلا زي العدد الكبير جدا من الرجال، انا مش بكلم على الرجال بس، والشباب، احنا بنحاول، احنا بنجيب وظايف للشباب، الشاب مش عايز يشتغل. طب ما نقود المؤسسات الاهليه فعلا. ده فعلا يعني لازم ده يحصل، لازم يعني يبقى في مسؤوليات. يعني الحقيقه يعني لما الرئيس هو اللي يتبرع للغارمات، يعني الرئيس هيقود المؤسسات الاهليه، والرئيس هيقود الحكومه، والرئيس هيقود الدوله، والرئيس هيقود العلاقات الخارجيه، يعني ما ينفعش يعني. والناس اتعودت تبقى مرتاحه وبتقول له لا، يعني ده مش كفايه يعني. الشكاوى بقت شخصيه حضرتك. يعني صحيح. الشكاوى اللي النهارده بتتوجه لسياده الرئيس بقت شخصيه من كتر احتياج الناس، شايفين انه هو ده اللي بيحل المشاكل خلاص. صحيح. انا ما بقتش اشوف اي قيادات اخرى، وهو ده اللي بيحل المشاكل. القيادات الاخرى انت قلتيها دلوقتي انه لو كانوا لقوا حد تاني ما كانوش مهم. بالظبط. صحيح. يعني المطلوب انه احنا انا عندي مثلا في مصر القديمه 10 جمعيات اهليه. عندي رجال اعمال يعملوا جمعيات اهليه، وتكون مسؤوليتنا عنهم مسؤوليات مرور مستمر، مرور يومي مستمر، ولازم تقوم بدورها عشان بيشتغلوا فعلا، عشان احس ان الجمعيات دي بتشتغل بالفعل. بالفعل فعلا صحيح. لازم يبقى في رقابه عليها، ولازم اشوف هي بتعمل ايه، وهي موجوده اسمي وبس ولا حقيقي هي بتعمل حاجه في المجتمع. دي حاجه مهمه جدا. ما انا عايزه اسال الحاجه ناهد، انت ما كانش في جمعيات اهليه في المنطقه بتاعتك؟ ما رحتيش لحد منهم ولا اي حاجه؟ يعني اكيد لازم يبقى في جمعيات تقدر تساعد في ده. يعني جمعيه مثلا زي مسجد يديك 50 جنيه كل شهر يعملوا لك ايه؟ يعني بس عامله وبيديني 50 جنيه كل شهر يعملوا ايه؟ انا كنت عايزه حتى اجيب الكارت، نسيت وانا جايه في السكه، قلت يا ريتني جبته وانا جايه. ايه 50 جنيه؟ وبيديها لك اكن الواحد بيشحت، واقف بيشحت ليهم. الواحد بيبقى رايح وهو مكسوف. والله العظيم بكلمك بكل صدق. ولا بيت زكاه اللي هيتعمل؟ بيت الزكاه. بيت الزكاه. يعني على ايه الاحوال، احنا بنتمنى في الفتره القادمه انه مشاكل المراه تحل من خلال وجود المراه في البرلمان القادم. انا حبيت اختم لقائنا في برنامجنا السكوت ممنوع بالمراه في البرلمان القادم، لانه برلمان قوي جدا
وهو ملف شديد الأهمية، ولكن لا نستطيع أن احنا نطرحه بالأسماء أو بالتواجد اللي هيكون موجود، لأنه طبعا هذه الفترة فترة منافسات شديدة جدا. قررنا بس أن احنا نقول احنا عايزين إيه بقدر الإمكان ممن تتواجد تحت قبة البرلمان في الفترة الجاية. أنا بقول لكل ست انتخبي السيدة اللي عندك في الدايرة بتاعتك، انتخبيها علشان تحسي انك انت ممكن تلاقي حد تكلميه، ولو ما لقيتيهاش بعد الانتخابات وما عرفتيش تكلميها اقفي، مش انت لوحدك، اقفي انت وكل السيدات اللي معاكي اللي حسوا ان هذه المرأة هتكون صوتهم ولم تمثلهم بصدق في البرلمان. ما تسكتيش عن حقك في الفترة الجاية، حاولي انك انت يكون لك تواجد حقيقي زي ما انت طالبه ان هي يكون لها تواجد حقيقي بالنيابه عنك. انا النهارده كان معايا نموذجين فقط، ولكن هما النماذج الشديده في المجتمع، المراه المعيله والمراه الغارمه، دول الاثنين نوعين من السيدات يظلموا ظلم شديد جدا. عايزين ناخد بالنا منهم، وعايزين ناخد بالنا من بعض، وعايزين نشكر كل اللي كانوا معانا النهارده، الاستاذه حنان الصعيدي النائبه السابقه في البرلمان، واللي بنتمنى في الفترة القادمة إن شاء الله إن هي تكون صوت صادق توصله لكل اللي هيبقوا موجودين تحت قبة البرلمان في الفترة القادمة. كانت معانا أيضا إيمان، بنشكرك يا إيمان على والله بطولتك وشجاعتك، وربنا معاكي، وإحنا بإذن الله بعد ربنا سبحانه وتعالى هنكون معاكي بعد انتهاء الحلقة مباشرة، مش هنقول لك ولا بكرة ولا بعد ولا الأسبوع الجاي. برضو حاجة ناهد إحنا معاكي ان شاء الله بعد ربنا سبحانه وتعالى، بعد وجودنا في الحلقه. ربنا يخليكم يا رب، ربنا يخليكم. نشكركم مشاهدينا الاعزاء، وكان هذا لقائنا مع السكوت ممنوع وقضايا المراه، وده حسن الختام زي ما بنقول. هنلتقي معكم ان شاء الله في الاسبوع القادم في تمام الثامنه مساء يوم الخميس الساعه 8 مساء، وملفات جديده ولكن من خلال برنامجنا عاجل للاهميه. بنرجو ان هو يحوز قبولكم ان شاء الله، وبرجو ان انا من خلال لقائنا على صفحات الفيسبوك وعلى موقعنا نسمع رايكم في كل اللي احنا قدمناه من السكوت ممنوع، واللي مطلوب مننا في الفتره الجايه ان شاء الله في عاجل الاهميه عشان نطرحه. واهم حاجه بالنسبه لنا وفخانه كبيره جدا، الانسان المصري الفرد، مش هقول لكم كمان الجامعات، الفرد محتاج اللي يهتم بيه، واحنا ان شاء الله هنقف في صفه في الفتره القادمه. شكرا الى اللقاء.